اهلا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير، صحة وعافية. البنات ناطريننا، بعد 10 دقايق لازم نكون عندهم. اغمجيت، كمان كمان كمان، كسر لوني طبعا. هني انت متى بيضة؟ شو اسوي؟ انا ما اصبغ، يعني ما اصير برونز، انا اصير شلحة، اصير رمادية كذي، عرفته؟ طبعا انا لابسة اسود لان الاضاءة احلى من الاسود، تخلي بشرتي احسن، يعني تظهر البشرة الحقيقية. انزين راح احط ماي سكين كير. حماية طبعا اهم شيء بالحياة، يعني حماية. انا ما اعرف احط ميك اب مال جزر، ما شنو، ما اعرف، هو مكياج واحد بس. اليوم ماني حاطه فاونديشن كذي، لا بستخدم هذا لان ابي شيء سريع، فبغطي بغطي هالاتي، بحط شويه باودر. انا ما استخدم ولا شيء ووتر بروف، ولا شيء، احسه ما ادري ليش، احسه وايد يقمت البشره، ما ادري ليش، انا شي بمخي، يمكن غلط هذه الفكره، بس انا شي بمخي. شوف المهم راح اخلط الاثنين مع بعض شوي من هذا تحت يعني. حطيت هذي تحت عيني وما حطيت كونسيلر أمس، خيال تغطية، خيال يعني، مو فل 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 كفر، ستيل فيه خفصة شوية، بس يعني حق بدون فاندي، حق بدون كونسيلر خيال. وما راح أحط كونسيلر، خذيت هذا من هذا شوية عشان يكسر. إذا عندكم هذا شوفوا خفاها أكثر من هنا. الغامض. هذا الباليت وايد حلو حق الجزر أو مكان حار أو شيء، شيء سريع، بس إذا بشرتش دهنية وأخري عنه أمانة يعني. أنا يعني هني دهني لازم أثبته، تحت عيني خطط لازم أثبته، أنا راح يختفي. ثبت كل شيء عشان ما يتحرك. شوف التغطية وايد حلوة، خفيفة يعني. يقول لي بس حطي جلاس، انا مو كذي ستايلي، خلصنا، مو كذي ستايلي، ما احب. يا احط ميك اب يا ما احط ميك اب، يعني عادي اقعد طول الرحلة بدون ميك اب، ما عندي مشكلة، بس إذا حطيت ميك اب إذا حطه صح من وجهة نظري.
ولا الحين اكفر هواي كبير ارسمها بشكل وايد سريع. يطلع لي نمش من الشمس لاني قاعد احط سان سكرين. وحياتي خليكي البداية فيكي وايد عجبتني فكرة انهم يحطون رموش دائما، بس اخاف على رموشي، اخاف تتنتف. بروح على تنتفه بسرعة، رموشي تتنتف ما ايش صار فيهم. رموشي وايد تحسنوا، وايد يتلون فترة حيل كانوا خفاف. من واحد من صمغ الرموش اللي كنت استخدمه فقطعته، جبت صمغ الرموش اللي انا متعودة عليه. وينه؟ كاهو. هذا بنات اي ينن، ما ينتف الرموش نهائي. اذا كنتوا قاعدين تهتمون برموشكم، اذا كنتوا قاعدين تعالجونها تحطون علاج او شيء ومضطرين تركبون رموش، اوكي شويه شويه يقشر الجفن. انا دائما اقول لكم انه يقشر الجفن، انا يقشر جفني، بس بالنسبه حق رموشي كانوا مش حالاتهم، مش طولهم، يهبلون ما شاء الله. وطبعا الفتلاش ماكو عليه حد للرموش، ماكو. انا ما اكمل، لازم ارطب شفايفنا احلى ما رطب بالدنيا. عندي الحجمين الكبير حاطته هني بعلبة مكياجي، الصغير دايما معي بالجنطة دايما. استانس على لوني، شنو هذا؟ ترى حلو. يعني انا الحين برونز، عرفته شو سوى؟ ما اصبغ بسرعة. زين اخذ الحين ميك اب فور ايفر، خليكم تشوفون الفرق. زين شوفوا الفرق. انا ما حاطه كونسيلر، ها بس حاطه طبقه او طبقتين من هذاك، وهذاك ترى ما يغطي هالاتي.
عندي بالبوتيك. طبعا انا احطه هني تحت عيني وعلى الاماكن اللي احس انها هي خلال اليوم الدهن. فوتوشوب ده ولا ايه؟ خيال لا في داية. يمكن في الدنيا ده اكون انا الوحيد. خيال خيال. احط لكم صورة بوتيكي. اوكي نار. ودي احط شو يسمونه نمش، يعني ازيد عن نمش. الحين باخذ اللونه. اي لازم نحط شنو كريم فوق باودر. I know that. بس hear me out. لولو خلصتي؟ قاعد افنش يعني. وحلو حلو. الحين شنو اهم فقرة بالحياة اللي هي الهايلايت؟ شو على الكريم اللي حطيناه عشان نثبته وعشان يعطينا انتنسيتي اكثر. نار. الحين راح ناخذ شوية نقطة من هذا عشان نبلند everything out. بس خلصنا. كثير اكتب احب انا هيك. بالنسبة حق الحمرة ما قاعد احط حمرة سمجية امانة هالايام، قاعد احط شي اشياء فوكم جلوس. تدرون ممكن نحط من الباليت، خلينا نحط من الباليت لها، ما جربت. حلو. روح وانساني وما تبغاش علي. ممكن احط هذا جلوسي، حمرة جلوسي من هدى بيوتي. اي بس اخر شيء بحطه هني. عشان يعطيني نور بوجهي. بس خلصنا. حبيبك